يحقق النخيل استفادة كبيرة من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، فقد أكمل ثماره وبدأ المزارعون موسم جني الثمار بمختلف أصنافها كالشويثي والمكتوم والبريم وأنواعا كثيرة. يبدي موسم التمور هنا، أولا هي في شهر سادس واحد ينظف نخل الله يدك هدوة، بعدين في شهر السابع 15/7 16/7 يبدي الحوي، بس الحوي يعني تراده، مو الحوي السابق يعني قبل ذات حوي لك 150 كيلو، هسه حاليا 20-30 كيلو، هاي ما بها انتاج الفلاح. ف 15/7 الى حد 15/8 او 10/8 ينتهي موسم الحوي مال التمر الساير السمراء، بعدين يبقى تنتهي الساير، يجي النوب موسم القصاص، قص النخيل، قص النخيل يبدي من 1/9 15/9. انواع التمور قبل كانت اشكال وانواع، الساير والبرحي والغيره والشويثي، هسه من جاء تجريف النخيل كلها قضى عليها، صارت قصور وبيوت، هسه ما كل شيء القليل يعني بس ساير. هذا وقد أثرت الشحة المائية على زراعة النخيل وحدت من انتشارها وقللت من ثمارها فضلا عن قلة الدعم الحكومي، لذا انخفض انتاجها وقل تصديرها عما في السنوات الماضية. كفلاحين هسه انتاجنا قام يقل سنة عن سنة، ليش؟ لأنه الماية مرة والزراعة منتهية كلش، لا كيميائية لا بذور بصور صحة لا أدوية لا كل شيء، ماكو ضلينا هالايام احنا هذه السنوات، فعانينا معاناة كلش كلفة. هذه السنين الأخيرة انقرضت كثير من أصناف التمور، ذلك بسبب عدم الاهتمام من قبل الدولة أولا، والثانيا من شحة المياه ومطاردة الناس لهذه الثروة، ونلاحظ زحف المدينة هم على البساتين وتجريف النخيل، فأريد قوانين مهمة من قبل الدولة حتى نحافظ على صنوفنا، وإلا السنوات الجاية احتمال نضل احنا نستورد من الدول. النتاجات الوطنية وخيراتها لا تقدر بثمن، لكن المستورد أصبح يتربع على عرش الأسواق ونال من ثمار البلاد. لبرنامج يوم جديد علي الهادي، ذي قار.